مساء الخير على حضراتكم، اهلا بحضراتكم في لايف جديد من تليجراف مصر في هذا الخبر والنبأ العاجل اللي هز مصر كلها خلال الساعات الماضيه. زي ما حضراتكم عارفين في تليجراف مصر بنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار العاجله المهمه اللي بنشوف فيها كل تفاصيل هذه الحوادث اللي بتحصل. الحقيقه وزاره الداخليه النهارده كالعاده بتقوم على حفظ امن مصر بشكل كبير جدا. النهارده كان خرج علينا ازمه جديده من القضايا الغريبه والمريبه، ثلاث جثث في ثلاث طرق سريعه، اسكندريه واسماعيليه وبورسعيد واكثر من مدينه، لقينا فيها اكثر من حادث واكثر من جثه موجوده على الارض مش فاهمين التفاصيل فيها ايه، لكن اكتشفنا ان في سفاح جديد ظهر لقتل بناتنا في منطقه اكتوبر او في احدى الكومباوندات المعروفه في هذه المناطق المعروفة في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل هذا الحدث بعد القاء القبض على المتهم في تليجراف مصر. زميلنا محمد العبساوي وقسم الحوادث كان انفرد منذ ساعات بتفاصيل الواقعة وتفاصيل عملية كمان تمثيل الجريمة وكيفية ما حدث في هذه الجريمة، وايضا انفرد منذ قليل بنشر الفيديو الاول والصور الاولى للمتهم وايضا للمنزل المكان فيه الغرفة العازلة اللي كان بيقتل فيها كل بناتنا وبيحاول فيها يتخلص من جثثهم. هنوري مع حضراتكم دلوقتي في تليجراف مصر هذه صورة المتهم، ممكن نجيب الصورة الثانية، دي الصورة الأصلية وده أهو هنا في تليجراف مصر بننفرد من زمايلنا في قسم الحوادث، زميلنا طه وزميلنا محمد عبساوي اللي انفرد بهذه الصورة الأولى في تليجراف مصر لهذا المتهم تم القاء القبض عليه اللي سنه 37 سنه، يحمل جنسيه ايضا اجنبيه مش هنقول عليها دلوقتي لانها لن تحميه على الاطلاق لانه على اراضي مصريه وايضا يحمل الجنسيه المصريه وما قام به من فعل وجريمه هي على ارض مصريه والشرطه كانت له بالمرصاد. وخليني اقول لحضراتكم انه هذا المتهم اللي كان حوالي من سنه بس تردد على هذه الشقه وحاول يقعد فيها كان بيتسلل اليها كل يوم ليلا وكانت الناس ما شافتش عليه اي اعراض مريبه او غريبه، لكن نظرت اليه بفكره انه معاه بنات كتير بيشوفوه مع بنات كتير في محيط الكومباوند وغير الكومباوند. لكن هذا المتهم بعد ما تم الالقاء القبض عليه كان بيحاول الهروب وكان فاكر ان الشرطه المصريه هيقدر يهرب منها وانه فاكر كمان ان الجنسيه الاجنبيه اللي يحملها كانت ممكن تحميه. هوري حضراتكم الفيديو الاول لعمليه القبض عليه ثم نعود لزميلنا عبساوي ممكن نجيب الفيديو، هنشغل الفيديو. دي عمليه لحظه القبض عليه في الكومباوند وكان بيمثل الجريمه زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نركز على الفيديو بس مش مهم اي حاجه تانية. ايوه احسنتم، نعمل زوم. هايل هايل زي ما حضراتكم شايفين دي عمليات القبض ودي الماموريه الكبرى اللي كانت بتتم عليه. لا كويس قوي كده، تمام باين في اللايف كويس ظاهر هايل زي ما حضراتكم شايفين. ده الفيديو الاول وهنا بعد تمثيل الجريمه وهنا كان المتهم حاول الهرب مرورا كان فاكر ان الضباط اللي واقفين نايمين مثلا او ان الداخليه في مصر مش حاطه كاميرات في كل حته او ان الداخليه في مصر مش هتعرف تجيب اي متهم في اي وقت. زي ما حضراتكم نشوف هنتابع معاكم ده الفيديو الاول والحصري اللي انفرد بيه تليجراف مصر وزمايلنا في قسم الحوادث الحقيقه بيقوموا مجهود رائع لمتابعه هذه القضيه اللي انفردنا بيها باول احداثها واول تفاصيلها منذ ساعات من زمايلنا في قسم الحوادث. ودي الكون الامني اللي بيتم فيه تاكيد وزاره الداخليه على انها عين يقظه في القبض على كل المتهمين وانهم لا يهمهم اي شخص حتى لو كان يحمل جنسيه اجنبيه وجنسيه تحميه او مكتوب على جوازها سنحرك اسطولا من الجيش حتى نحمي ابنائنا، ولكن الشرطه المصريه تحمي ابناء المصريين في الداخل وفي الخارج. وزاره الداخليه الصراحه قامت بمجهود رائع. خلينا بقى نرجع لزمايلنا وهنخلي الفيديو شغال لزميلنا محمد عبساوي في قسم الحوادث من تليجراف مصر. زميلنا محمد مساء الخير. مساء النور يا استاذ تامر. عندك انفراد جديد كالعاده، كنتم في قسم الحوادث انت وكل زملائنا في قسم الحوادث من تليجراف مصر، انفردتم بهذا الفيديو والصور الاولى للمتهم وايضا صور الجثث والضحايا وتفاصيل كثيره من هذه القضيه اللي بدات تنتشر على السوشيال ميديا باسم سفاح التجمع. الانفراد الجديد بتاعك يا عبساوي.
الحمد لله بتوجيهاتكم يا استاذ تامر. والله الحقيقه ان القضيه دي غريبه جدا يعني، وفيها تفاصيل كتير وكواليس كتير هتكشفها التحقيقات ان شاء الله يعني قريبا. المتهم شاب لسه ارتكب الجرائم دي في شقته في كومباوند بمنطقه التجمع الخامس، والاجهزه الامنيه القت القبض عليه منذ قليل، ويعني تقديمه الى جهات التحقيق. التفاصيل الجديده اللي معانا بقى دي صوره المتهم. ايوه دي قالتها لينا شهدت عيان على الواقع. لا تاني بقى كده، دي شهدت عيان، دي اول شاهد عيان نحصل عليه. ده اول شاهد عيان والمبلغ عن الجثه اللي الاجهزه الامنيه عثرت عليها في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. ايوه دي ست كانت في طريقها المشوار وشافت الجثه لما ركنوا على الطريق، اكتشفوا ان في جثه على الطريق. كانت الجثه لبنت على حسب وصفها اللي هي قالته لي، ان الجثه كانت فيها تشوهات في الجسد، كانت عارية تماما، كان شعرها مقصوص، وده اللي خلاها اصرت وصممت انها ما تمشيش من المكان غير لما تبلغ الاجهزه الامنيه، وهي اللي اتصلت وعملت البلاغ. تشوهات بمعنى ايه؟ يعني ملقى عليها نار، متقطع جسمها، متقطع وشها، اثار تعذيب، وكان شعرها يبدو انه كان محلوق بطريقه يعني غير ادميه. مش بنت اللي قص شعرها، بيتم تعذيبها. دي الصوره للمتهم موجوده معانا على الشاشه. اتفضل عبساوي. بالظبط يا استاذ تامر. دي حصرية لينا حاليا لسه. طب خليني اسالك كده يا عبساوي، يعني بما انك عاصرت اكتر من قضيه خلال الساعات اللي فاتت والايام اللي فاتت، كان عندنا اكتر من قضيه شبيهه بالموضوع ده، هل ده ممكن ايضا يكون ليه علاقه بالدارك ويب وفكر تصوير الجرائم القتل وبيعها على مواقع الانترنت، ويكون قضيه جديده من قضايا التعذيب والقتل عبر المواقع الالكتروني؟ الحقيقه استاذ تامر ان الموضوع ده اعتقد انه ممكن يكون ليه علاقه بالدارك ويب، على حسب برضو كلام شهود العيان اللي هم الجيران اللي ساكنين جنب الشاب في الكومباوند. طبعا الجيران كلهم كانوا بينزلوا وبيسالوا، لان الامن كان غير طبيعي وكان في، فبعضهم نزل وسال وعرف ان الولد كان عنده اوضه جوه بيته عازلة للصوت تماما، وهي دي الأوضة اللي أنهى حياة ضحاياه فيها. يعني هو مجهز نفسه، جايب معاه أدواته، حاطط غرفة عازلة عن الصوت عشان يعذب ويقتل ويعمل فيه اللي هو عايزه. بالظبط يا أستاذ تامر. فاكر إن الشرطة المصرية نايمة. لا طبعا، الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وهيتحاسب. وزارة الداخلية قامت بمجهود رائع خلال ساعات قليلة بس، قدرت انها تلقي القبض على المتهم رغم انه هرب من المنطقه اللي كان ساكن فيها، صح يا استاذ عبساوي؟ بالظبط بالظبط يا فندم. تمام، هنتكلم مع حضرتك ان شاء الله واحنا بننفرد وبنعرض لحضراتكم. شكرا طبعا زميلي المحترم والمجتهد محمد عبساوي، وكمان على راسه زميلنا الاستاذ طه اللي كان متابع هذه الحادثه. مره ثانيه بنتابع مع حضراتكم هذا الانفراد بالفيديو الاول لعمليه القبض على المتهم، ما يسمى بسفاح التجمع، اللي تم القبض عليه خلال الساعات الماضيه بعد العثور على اكثر من جثه في مناطق الصحراويه ملقاه مشوهه معذبه بها بعض من اثار التعذيب وعراه بشكل كامل على حسب وصف شهود العيان. وهذه هي الفيديو، وهذا هو الفيديو الاول والحاصل لعمليه القبض على المتهم بعد هروبه وبعد ان ظن ان الجنسيه الاخرى ستحميه وان الاسطول من الجيش اللي قد يتحرك لحمايته سيحميه، ولكن هناك من يحمي ايضا المصريين وهم الشرطه المصريه وزاره الداخليه اللي قامت بمجهود رائع، عملت عمليه تتبع للسياره اللي هرب فيها هذا المتهم، وايضا تابعت كل كاميرات المراقبه اللي موجوده على كل الطرق والمنافذ، والقت القبض عليه في 4 ساعات فقط. 4 ساعات هو عمر هذا المتهم في محاوله هروبه واستخدام جنسيته للتحفظ او للهروب من هذه القضية. لكن هنا في تلجراف مصر ننفرد بأول صورة لهذا المتهم، وهؤلاء هم الجثث الذين يعني عثر عليهم 3 جثث حتى هذه اللحظة. هناك أقاويل أخرى أن هناك ربما يرتفع عدد المقتولين أو المحصورين في هذه القضية لأكثر من 7 فتيات، لذلك نخلي بالنا. واضح أن الدارك ويب
وقضايا تصوير العمليات القتل والتعذيب أصبحت هي السائدة، ولكن الشرطة المصرية لهم بالمرصاد. هذه هي الصور الأولى للمتهم، وأيضا الفيديو الأول والحصري ستروه فقط على تليجراف مصر. متواصلين مع حضراتكم في تليجراف مصر عشان نعرف تفاصيل هذه الحادثة. كنت معاكم أنا تامر مجدي، هسيبكم مع هذه الصورة اللي بننفرد فيها مع حضراتكم. شكرا جزيلا.